عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. وجب تأكيد معنى الوعلمة والإنسان ما أقدر على الكلام ما له المحفى أن ليس فينا من يذكر النعم إن نحن نذكر النعم من منكم عندما نعمل شكر لله على بعض نعمه النعم أنك هل تعالي الشكر أو الشكر عندك أسلم النعم أو شكرك لله أقل من النعم. كل واحد منا يفعل الميزة شكرك لله على نعمه يعادل نعم الله عليك. أنا أسأل سؤال للعلم شكرك لنعم الله هل يعادل نعم الله عليك؟ أحد الخلفاء الراشدين سئل مثل هذا السؤال فهل تؤدي لله شكره على نعمه أو قليل من عباده الشكر؟ يروى أن بعضهم شكر فقره إلى الزوج وأظهر أنه مغتم من الفقر. وما أظن هذه شكرانا لنا أحد منكم عنده فقر فقال له أستاذه أنت تشكو الفقر وأنت غني قال أنا فقير من دون غنى قال أي سلوك أنك أعمى ولك حفظ على الدرهم قال لا قال أي سلوك أنك أبكم ولك 10,000 درهم قال لا أي سلوك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 10,000 درهم قال لا
أيسرك أنك مكتوب العهد ولك 300 درهم؟ إني إذا مصلحة يفعلها تأتي أول وحدة كان وحدة أبكر كانت وحدة مطرة اليدين رابع وحدة مكتوب العهد 30 درهم. على أنا تستحي أن تشكو مولاك وله عندك أرض بالآلاف وبالرغم من نعم الله العظيمة على الإنسان فقد قصر وأساء منكم يقول أنا ما قصرت مع الله مع الله عز وجل من منكم أنا بما أعطاه الله يعني عندي أنا 10,000 ليرة سوف لقد ظلمت من نسيب المعرفة من نسيب المصطلح من الذل والكريم حتى مع ألمين إذا هو محب ذاك العثرة يرتب والكريم وأنا أقول بصراحة إذا كنت أنت تعتقد تستحق العشرين وتقدم العشرين والله ما أعطاك فحسب أنا ما في جهة أما أنا الله ما بستحق أن أمشي على سطح الأرض وأعطاني عطاء بلا حد وأنا اليوم أعتبر أكبر غني في العالم وين المال بكتب هذا اللسان الذي ينطق بالله ولله هذا فقر ولا غنى بجعلك لسانك ينطق بالله عز وجل هذا فقر ولا غنى وهل تستحق هذا الغنى انت وحدك هل تستحق العطاء الإلهي اللي أعطاك إياه
الملك. وبالغرب من عن الله العظيم على الإنسان فقد قصر وأسر. يا ابن آدم أمرتك فتوليت، ونهيتك فتباديت، وسترت عليك فتجرأت. كيف واحد منكم يحس هذا الميزان؟ كان واحد يمكث معك في الحياة والله سترك. سترك بستره بردائه حتى ما يبعد من الخلق. إذا رأى أن يحاسبك أن يحاسبك على نظراتك وعلى ألفاظك في حياتك، هل أنت قدمت لله شكره؟ ما أسمع جوابنا. من منكم أدى لله شكره؟ بس أنا أسمعته لو أنا مشيده لأنه أدى لله شكره. بس مين منكم أدى لله شكره؟ أنا أحكي الكون. أنا أديت لله شكرا. أولا شكرت ربي لهم. ثانيا أعطاني العشرة وصدق بالتسعة فنجح الوحدة. في أحسن من هيك؟ في هذا القدر أحسن من هيك؟ لكن السؤال من أين أتاني؟ من فضله وكرمه. فلي الله أعطاني إياه تصدقت منه في 5%. الواحد عن حاله بالنسب اللي الله قدم لك يا صدقت 5%. في 10%. أنا صدقت 50%. مين اللي أعطاك وألهمك تصدق؟ هو أعطاك؟ نعم. هو ألهمك تصدق؟ نعم. إذا أنت تشوفي عندك حط حالك بالميزان، شوفي عندك كم بقي لك عند الله. يا ابن آدم أمرتك فتوليت، ونهيتك كما بيت، وسترت عليك وتجرأت، وأعرضت عنك فما بالك. قال أحدهم قال أنا عشت 40 سنة والله يمدني ولو أخذت الله. لذلك كل ما تصدقت به ما قدم شيء. قال انا ما قدم شيء. تعبي وجهدي مين اللي اعطاني اياه؟ مين هدي هيئوا الي؟ مين هدي مدلكني اياه؟ مين؟ فاذا هو اللي مدلكك فانت تصدقت المال كل من ماله من عطاء
فأدعو من عطائه إلي. يا من إذا دعاه العبد لما وإذا دعاه الجليل أعرض ولا. هذا خطاب الكون لكل من يسمع سواء بالجامع أو خارج الجامع. هذا النداء لكل من يسمع. وهذا إني أنا بحاجة طبعا أنا بس أن أتعلم ما حد يجاوبني. يا من إذا دعاه العبيد لبى وعد وإذا دعاه الجديد أعرض ونعى. إن سألتني أعطيك وإن دعوتني أجبتك وإن مرضت شفيتك وإن سلمت رزقتك وإن أقبلت قبلتك وإن تبت غفرت لك وأنا التواب الرحيم. إذا تسمعوا إذا ما عم تسمعوا لها تغير الموجة تسمعوا تترى يا سامعا ليس الكلام بنافعي إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. إذا عم تسمعوا إذا ما بتطبق عمليا فأنت مقصر مع من أوجدك. إن سألتني أعطيت وإن دعوتني أجبتك. في واحد دعا ما إلا جواب. شيخي دعيت كثير ما رجع بي ولا واحد. هذا سمعانين من الناس دعيت كثير ما جاوبني ولا على واحدة. أنا رح أسأل سؤال تماما أني بالخمسة عشرين سبعة عشرين ثلاثين اشتغلت أيام رحنا عند السمان بعطيني شوية ملح اتمشى مشي يعطيني نخبص أكل نبي بدنا نقرب سكر وشاي نشرب شاي يصر السكرات والشايات نروح نغلي بالكيلة المي نسوي الشاي ونشرب شاي ما يضيع في المصاري. جبنا عمال فقراء اليوم في عامل بجرائي لسه ما العظيم درس ملاح وداري جرأ وطلب من السمام يعطيه وهي عنده البرنامج هل الكرم أو السهل؟ أنا ما بعرف أنا ما بتهم حدا لكن عم بسأل الذي بدل الماضي بالحاضر هل هو كرم أو سهل؟ الجير عم يسأل عن معلمه قال له معلمي الإجراء ما عم تكفيني وصايرني إجراء أحسن صايرك أحسن وحبك تعالك
جبت قرشين وهي عشر روسلية وعلى يا ومالك بيجع بيسبب عنه وما بيجع بيندعم عنه هي كانت بكيره اليوم أخي واحد كتير ودي إلى تعاقده مع إني خليني سجل أنا للتأمينات لأني بدها التكيل والراحة والجية أكل عليه نص الإجرة يطلع له أكبر له 500 مع السلامة راح اشتكى وقبل ما يعطي 500 دوار على ورقة فاضية بيروح بيشتكي بيقول بيكتبها اللي بده اياها بيقول هو موقع انه هذا كل شيء الا عم بحكي انا عم شوفوه بعينكم صاحب العمل صاحب المعمل شلون عم يتحطط العامل لياكل حقه بصير ولا انا غلطان مرعي هل نعتقد بأن الله موجود ونقول مثل هذه الأفعال طبعا أنا ما بعرف لجهلي إن سألتني أعطيتك وإن دعوتني أجبتك وإن مرضت شفيتك واحد دخل على مريض المستشفى زعل الأطباء المسجدين قال والله هذا ما له لو هذا زعل من مدي يعني كم يوم راي على أخرى المريض عارف حاله انه رايح على الاخره الطبيب حكى له انه هذا مرضك ما له دواء وهذا مرضك وصلك عنه هل اصيب المريض باليأس ممكن هل صديق له بالمريض والصديق عرفان ان هذا المريض ميؤوس منه اراد يرفع معنويات المريض قالوا لا تخاف مددنا لك 10 سنين إن عم بحاول يرفع له معنوياته الأطباء يأسوا أهله منه إنه هذا ماشي وهدي جاي يزوروا قال إيه مددنا لك 10 سنين ثاني يوم طلع من المستشفى على رجليه الأطباء استغربوا لأن المرض ما يقوش منه شلون طلع يلي سمع من الأطباء إنه هذا ما يقوش منه قال لهم طيب شلون طلع قال والله ما بنعرف عاش ما بس عمله ما في شيء ابدا صلى الصبح الجامع وجع البيت اكلت افطار هو نزل الحرم بالبيت قال له والله يا ابن ذا الحمام ولا عبراني الاكل ساوي لك قهوه قال له مو جاي على بالي القهوه
السؤال الثاني الا حاسس كمين اشبال ما حاسن اخش اعطيني المصحف افتح المصحف احد عم يقرا عشر دقايق ربع ساعة انا يا بنت الحلال حكي على راسي وجايين ضيوف انا الحلال انا وياه الغرفة الحمى وين ضيوف يا بنت الحلال جايين الاطباء لعندي حكي على راسي هذا معقول ما نمت النار يا بنت الحلال الله يرضى عليك يا بنت الحلال أهلا وسهلا والله ما كان أنا ويا بالبيت لحالنا من عندك أهلا وسهلا بعدين أنا ما حاضر أنا يا بنت الحلال أنا رايح مع الجماعة خاطري تفضلوا وخرجت روحه من جسده بعد 10 سنوات وقال له اليوم آخر يوم من 10 سنوات فهلا ميت ولا حي بعثت ورا أولاده وإجوا أولاده جابوا طبيب وده ميت ليجي مني غسلوا وكفنوا وأخذوا على كربه رحمة الله عليه هل هذه الإشارات تشير على أن هذا الرجل مؤمن؟ شفتوا أمواتي صار معهم بقبت خلاء لكن والير جدا كان بحياته متى أكل وشبع لكن لا تدريبات صدقوا فيه يا رجال مثل الصبع لا يعني المحاضر روحوا تصرفوا فيه عطوا بيت فلان وعطوا بيت فلان لا تخدوا شيء يهد على بقنان احنا نسوي حلم اما ضيعوا باخر مشوار هل اعطاه الله حقه أخذ هذا الرجل حقه ما أخذ حقه لأنه هو لا يستحق شيء وكل ما أخذه هو فضل من الله وكرم يا حدا منكم يستحق تأي ولاد هذا عم يشوف على اليمين والشمال ولفوق ولتحت جزاك يا أخي مسح واحد أتحدث بالنسبة قبل ما أجي على الدرس قلت له أنا رايح أعود أهلي وحبينا شفاً ما حسنك فأنت بدك تسمعون أنت إجري كلام على الثاني إذا أنت ما بدك تسمعون أنا بعد صورة وجلست الصورة شلون طلع معي الكلام ما بعرف أليس هذا فضل وكرم وعطاء وإحسان وأنا لا أستحق ما عندي شيء حتى أستحق ما بستحق لكن الفضل منه وإليه إذا بدك تكتب بالشعر زاهر اكتب
ألا ألا ربي ما يحصيها عدد. ألا ربي ما يحصيها عدد. وإن يجعل البحر في أدنها مدد، وإن يجعل البحر في أدنها مدد، البحر ينفد وآلاء والآلاء لا تحصى. البحر ينفذ والآلاء لا تحصى. فسبحانه رب واحد أحد. فمن مسه نعماء يحمده، فمن مسه نعماء يحمده، فشر الناس قد نعموا وما حمدوا، فمن مسه نعماء يحمده فشر الناس قد نعموا وما حمدوا. العين والأنف والآذان نعمة، العين والأنف والآذان نعمة، والعقل والقلب والرئتان والكبد، والعقل والقلب والرئتان والكبد، والأرض سبع للأنام فسيحة، والأرض سبع للأنام فسيحة، خلقت جبال من فوقها وتدور، خلقت جبال من فوقها وتدور، وسماؤه سبع شداد رفعها، وسماؤه سبع شداد رفعها فوق العباد فلم يرد إليها عمد، يعني أنا مستغرب، أنا درست هندسة إنشائي، أكبر مساحة ممكن تكون سقفها قبة قشرية بلا أعمدة، 50 متر، هي أكبر قاعة موجودة. أمريكا بدون قاعة، خمسين بخمسين ببعامك، قلت لما هي قبة قشرية، قال أزعجب، قلت لما هي قبة قشرية، طالعوني على الأسطوح، دفت واحد قال لأ مظبوط قبة قشرية، وعمي لا طلع من تحت، ما ممكن مساحة 50 متر بالمعاونين، هي القوانين التي وجدت في العالم. فأنا مستغرب مساحة السماء يمكن أكثر من 100 متر، بلي 100 متر مربع،
في ذاته. أكتاب 500 متر مربع، أكبر 50,000 كيلو متر مربع، أكبر بلا عمد ترى النهر. العليم الكريم الرؤوف اللطيف، كم أعطانا ونحن اليوم ولا نؤدي له ذرة من حقه. تابع الأبيات: والشمس تشرق كل يوم مرة، الشمس تشرق كل يوم مرة، حب أنها غربت يوما ولم تعدي، ولم تعد. والقمر قنديل السماء سراجها، ميقات هجره كانت لنا سعد. والفلك تجري في البحار بأمره، كالخيل صبحا في صحرائنا تعلو. أنا ما بدكم أبيات، يبي منكم أصير إلي لأرجع بيتين الأخرانيات على رأس. والقمر قنديل السماء سراجها، ميقات هجرة كانت لنا سعد. والفلك تجري في البحار بأمره، كالخيل صبحا في صحرائنا تعلو. هذا مصير فيه كل الطيور تسبحنا بحمده، كل الطيور تسبحنا بحمده، والنجم والشجر للرحمن قد سجدوا. والنجم والشجر للرحمن قد سجدوا، والنمل تحت الصخرة السم سبحه، والنمل تحت الصخرة السم سبحه، إن في ذلك عبر لمن عبد. إن في ذلك عبرا لمن عبدوا. والنحل يأكل في النبات وزهره حتى تحول في أمعائها شهد. والنحل يأكل في النبات وزهره حتى تحول في أمعائها شهد. والمال يعطي الأغنياء وربما أن يعطى غير الأغنياء فسد. والنعم في كل العبادات تفاوتت، والنعمة في كل العبادات تفاوتت، ليميز ربي
من شكروا ومن حسدوا. هدول وين شايفون انت يا شيخ؟ يا شيخ قريان هدول ابيات كل مرة بيقول لي هدول الفلان هدول الفلان، فأنا مرة بتحسن جيب لي المعلمين والنعم في كل العباد تفاوت بيني يا ربي من شكر من شكروا ومن حسد. فقال أحدهم من أعطي أربعا لم يمنع من أربع، من أعطي أربع لم يمنع من أربع. من أعطي الشكر لم يمنع من المزيد. من أعطي الشكر لم يمنع من المزيد. اثنين، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول. ما ألهمك التوبة إلا لأنه بيقبلك. ومن أعطي الشكر لم يمنع المزيد. ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول. ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة. ومن أعطي الاستشارة لم يمنع الصواب. في هذا المصير ما حدا مصير اللي ما عندك قلائل جدا، وهذول اللي هلا عم تسمعوهم لعلي مر عليكم 20 سنة ما تسمعوها مرة ثانية. سئل بعض الحكماء ما أضيع الأشياء شو الأمور اللي عم تضيع بما تكون وأنتم لا تعطوها حقها. يا ربي والله نحن نمنكم قدما. قال المطر الغزير في أرض سبخة لا يجب شراها ولا ينبت مرعاها. في أراضي هيك وجود المطر الغزير في أرض سبخة لا يجب شراها ولا ينبت مرعاها. في أراضي الصحراء ما تستعد فيه. اثنين، وسراج يوقد في ضوء الشمس وصناع المعروف تسجى إلى من لا يقدرها ولا يشكرها. طبعا هذول الثلاثة أدلتياهم. حاضر، المطر الغزير في أرض تبخة لا يجب شراها ولا ينبت مرعاها. اثنين، وسراج يوقد في ضوء الشمس، يعني إذا كانت عندنا الكهرباء والشمس موجودة بتدور علينا كهرباء بالعدم أولى. وسراج
يوقد في ضوء الشمس. 3 وصنائع المعروف تسدى إلى من لا يقدرها ولا يشكرها. من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فاشكروه. حضرة الله عز وجل كم أدى إليكم من معروف، وكم شكرتوه على بعض المعروف. كل واحد ممكن يتحدى الميزان، شكرت الله على بعض نعمه أكثر أو نعم الله لك أكبر. أما أنا على إيه بيشكره؟ بيشكره على إيه؟ ما في جرة في وجودي إلا من فضله وكرمه. على إيه بيشكره؟ فعزي عن الشكر سوى شكر. مع العلم أن الشكر يزيد النعم، الشكر وبالشكر تدوم النعم. فإذا شكرت عم تشكروا إذو الملحالات. شيء جاسم، إذا أنت شكرت أفاض عليك من نعمه، وإذا ما شكرت وقفك عند حد. الله عم يعطيك سياسة ذاتية. مع العلم إن جاسم صار اختيارها، ما صرت اختيار، صار اختيار، لكن يعترف بأن كل ما فيه من الله فضل عليه، فضل إليه. في حدا منكم صاير مع عمك الشيخ جاسم؟ الشيخ أحمد ميسر، كم أعطاك وكم شكرت؟ ما في. إذا أردنا نقارن كل إنسان، كم شكرت وكم أنعم عليك؟ أنا بحاول أن أشكر، أنا طبعا غيري، بس أنا بحاول أن أشكر. فإذا شكرت من الذي حرك لساني بالشكر؟ حيران أنا، أنا بس أنحرك لساني إذا هو ما حركه. الله أعلم أقول شيء. أنا قاعد بالبيت عم فكر إنه اليوم مين بدي وكل بالدرس؟ ما حسنت فيه، كلام مطالع مثلني. لمين بدي أدوك أعمل الدرس وأترك الدرس؟ أنت والله بعرف الصورة أنا، 5 دقايق 7 دقايق وبعتذر وبرجع. شايف لما قعدت معكم والله انطلقني ثاني. الله شهيد قبل ما اجي لعندكم ثاني ما عم تحرك. شلون تحرك؟ شلون طلع الكلام؟ شلون انتم عم تسمعوا؟ أليس كل ذلك فضل منه وإليه؟ وكلا الإنسان ما أكبره. هذه الآية تنبيه على أنهم استحقوا أعظم أنواع العقاب بكفرهم وعنادهم واستكبارهم، ومعنى ما أكثره أي ما أشد كفره لنعم الله عز وجل ونكرانه للعطايا الربانية، وما أكثر نسيانه لربه المنعم من وقت إيجاده إلى وقت معاده.
ساعي منزلي من بطن أمك لحتى تصل إلى قبرك. حط حالك بالميزان، كم أعطاك وكم حكت. يا محمد، أعطاه أكثر ولا فكرك؟ أنا أعطاه أكثر، وين فكرك الآن؟ أمك هذا حالنا جميعا. إن أكثرتم الشكر أطاب عليكم لمن نعم، وإن كان الشكر نادرا أمدكم بالنعم. لم نبخل عنكم ولا بحال، وإن أعرضتم عن شكره أمدكم بنعمه. يعني عطاؤه بلا حدود، وشكرنا ليس له حدود، أي ليس له حدود بكثرته أو قلته. أي عنكم أنتم، فكل منكم يحاول يغير البرنامج الذي هو عليه. وسبحانك يا ترى، هل أنت قادر أن تؤدي لله على بعض نعمه شكره؟ هل أنت قادر تؤدي الشكر على بعض النعم على الكل؟ أنا بدي أشكره لأنه أطلق لساني، بدي أشكره بمجعل بعيناً أبصر بهم، بدي أشكره على حركة الإيدين، بدي أشكره على حركة الرأس، بدي أشكره يبي خلاني المعمل تبعي شغال. أحنا ممكن يعرف المعمل تبعي، أنا عندي معمل ضخم، بفوت من هون بطلع من تحت. أدرسته للأنهاء الدقيق، أدرسته للأنهاء الغليظ اللي عم مر لك الطعام، وكل ما مر مرحلة بصنعه بشكل تام. بفوت من هون شيء بصدوا من المعدة، شلون بنطفوا؟ وإذا أكلت بصل إياس، أكلت عظام البزر، بلعت لسان ما هي في جوا من معمل طاحون، تتحلك ياهم كلهم، تاخذ السوائل مع الجامد تطحن مع بعضه بالطبع سائل، سميك بالامعاء الدقيق بيطلع الامعاء الغليظ، الامعاء الغليظ مجلل بالمادة الدهنية. هاي المادة الدهنية عبارة عن أطباء أخصائيين، كل واحدة منهم شو أخذت حبة إفلين، تأخذ خلاصة حبة إفلين بتحول لك إياها على الدورة الدموية، تبعتها لراسك عشان يكبر راسك. أخذت حبة عشان يوجع بطنك، الأطباء الأخصائيين جوا بياخذ خلاصة الحبة، تبع وجع بطنك بشكل لك بطنك، تاخذ حبة عشان عضلاتك ترتخي، جوا الأطباء بياخذوا هاي الحبة بيعطي لك ياها العضلات.
هل نستطيع أن نشكره على جزء من نعمه؟ إن شكرته على الجزء أكرمك بالكل، وإن تغافلت عن الجزء حرمك الكل. اسم هلا أنا آية منطلق بحسن يسحب مني إرادة، ما عاد أحسن بقى أحكي ولا أبكي ولا أتحرك، بدي اثنين عندوني بس نعملها. بس أظن هلا ما راح أسير إياها، هل خليني أطلع على البيت بعدين؟ بإني بعدين، بعدين إمتى ما بعرف، يمكن تخلي لي هذا المساء نام ما في، ممكن ولا غير ممكن. وهذا بس أنا لما كنت هيك. مين منكم من هالطرف عن مخبة وعنده يقين إنه راح يفيق؟ والله ما عندي يقين إنه راح يفيق. بتعطي راجع مخبة بقول السلام عليكم. مرات بتسطح. أكيد بلد متعبش. في عندي أحسان لازم ضبطه قبل ما أنام، عشان إذا مثل ما يتلبك وبعد مني ما يعبوا هذا لمين وهذا لمين وهذا لمين، لازم أكتب هذول لمين وهذول لمين وهذول لمين قبل ما أنام. في أكتب لبيت الأمورين بعدين بنام وعندي يقين إنه أنا ما راح أفيد. لا يحدث ما حدث. هذا ممكن عنده يقين إذا نام ما بيفيق. شو يا محمد؟ إذا مش ما بيفيق يعني هو يغنى عنده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أبو أحمد أنت إذا مش بتفيق ما بتعرف كمان. يا مساكين يا مساكين، أنتم مشايخ، إذا ممكن أنتم اليقين راح تفيقوا. إذا أنا من باب أولى إنه إذا تفتحت ما عندي يقين إني راح أفيق. من تفتحت راح يتفرج. إذا أحياني فضلا منه. وإذا أخذ من عنده فضلا منه. فكلا الأمور فضلا منه وكرم. أسأل الله العظيم الذي أحياكم أن يجعل من حياتكم لكم. وإن أخذكم إليه أن يجعلكم في كنفه وتحت ظله وبرعايته حتى نهاية الحياة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.